الإنسان ما بيقدر يعيش لعمر واحد، بس اللي بيقرأ كتاب بيضيف أعمار لعمره وبيلمس بحواس غيره يلي ما بيقدر يلمسه بحواسه. الثقافة ضرورة للانفتاح والتطور. كشباب اليوم واجبنا نتعلم ونتعمق بتاريخنا وبثقافتنا اللبنانية تنقدر نحافظ عليها ونمرقها للأجيال القادمة بأفضل طريقة ممكنة. الجهل بيولد تطرف ورفض الآخر. خلينا نساهم بتغيير هذا الواقع ونلتقي بأهدى من 8 ل 17 آب. بالثقافة نبني مجتمع أفضل.